السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق أو لا تصدق، بعض من جماهير نادي الأهلي الغبية المتخلفين عقليا اللي بيكذبوا الكذبة ويصدقوها بيوقعوا بيني بجمهور الزمالك. أو مسكورة وأوكا، أنا علاقة أبدية بيني من جمهور نادي الزمالك، عارفين أنا بعشق النادي وبعشقهم، بعشق الكيان، ودي علاقة أبدية جزمتهم على دماغي. إنما أنتم متخلفين، معاكم رئيس نادي ومدير كورة وإعلامي بيوجههم لقط. فانا بناشد جمال عمان بتاع النادي الاهلي، اوعى الخطيب يمشي، خلوه هو والنبي خلوه، هو سيد حفيظ وشوبير، ارجوك خلوهم، جاب لنا بطولات وجاب لنا فلوس وفي القناه عاملين لنا ماده حلوه قوي وبيتشتموا وبيتهزقوا من كل الناس. وقال لك ايه؟ نرفع قضيه على مرتضى منصور في الفيديو المفبرك. على فكره كنت بحترمك يا خطيب، مش هقول لك يا كابتن، يا خطيب عندك 50 فيديو وانت بتهزق فيه، عندك 50 فيديو وانت بتستغل اسم النادي بتاخد هداياته وفلوس في دعايه انتخابيه. على سبيل المثال يعني صالح سليم عمره ما خد كيس شيبسي هديه، لان كان حاطط شعار الاهلي فوق الجميع، فكان انسان محترم. انما انت راجل تحب الفلوس وبتحب الهدايات، انت وسيد عبد الحفيظ تحب تهزق وياخد فلوس برنامج رامز وما يعرفش يخلص ولا صفقه. مش اللي بتشتريهم، اللي جوه النادي اصلا هم اولادك اللي هم فهموك، زي عبد الله سعيد لما فهمك، واحمد فتحي يا لهوي. احمد فتحي يا جماعه اقسم بالله انا كل ما بكلم نفسي، احمد فتحي راح بيراميدز وانتوا بتنزلوا التدريب يا جمهور الاهلي اللي بتفهمش، مش كلهم طبعا يا اللي بتفهموش، احمد فتحي ماضي بيراميدز وطمن في الاهلي. عايزين يرجعوها تاني بس مش هيعرفوا الا لو احمد فتحي بقى تنازل عن فلوس والكلام ده كله. بتقدم في ملف مرتضى، شفت يا جمهور الزمالك اللعبه؟ شفت ميدو اتكلم امبارح قال لك ايه؟ حسن حمدي اللي بيمضي على شيكات اللعيبه في الوكاله عشان طلعها لعيبه نادي الزمالك. شفت كنا احنا شغالين ازاي؟ شفت البطولات خدوها ازاي؟ شفت الفلوس خدوها ازاي؟ شفت الرعايه خدوها ازاي؟ ده احنا كنا في ورطه كبيره يا جماعه، ده اللي قلته خلي بالك قبل ميدو. قلت حسن حمدي طرف اول، طرف اول قاعد في وكاله الاهرام بينزل طرف تاني يمضي عقد الرعايه، بيدي الزمالك 20 مليون والاهلي 50 مليون. تخيل؟ بجد؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، اقسم بالله دي مش رياضه دي ولا شرف، ده انتوا فعلا عالم تستاهلوا اللي بيحصل لكم والله. طب بالمناسبه بقى استاذ تامر مرسي، علامه استفهام كبيره، خلاص انا صبري نفد، ايه علاقتك بشوبير؟ على فكره زوجتك وبنتك وابنك بيتفرج على شوبير، شوبير ده ماضي معاك انت عقد، ماضي معاك عقد، وشوبير وزوجتك بتتفرج عليه هي واولادك، عارفين ان هو مصور انتخابات، عارفين هو كان بياخد فلوس ومجلس الشعب عشان عين الناس، والفيديوهات عندك والاوسخ مكالمات مشبوهه، يعني ما دام عند حضرتك بتسمع ده كله هو الاولاد وانت ساكت، في علامه استفهام لازم نبحث وراها، احنا مش عارفين اللي بيحصل في الكواليس، انما شغل واحد زي ده عندي واسرتي بتتفرج عليه والمشاهدين كلهم بيتفرجوا عليه وعامل احتكار في الشارع المصري وانت سايبه، لا ده علامه استفهام كبيره قوي 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 قوي، وهنبحث وراها. جمهور الزمالك علاقتي بيه ابديه، وانا بعشقهم، والمره الثانيه بقولها جزمته على دماغي. مرتضى منصور زي ما انت شغال انت واسماعيل يوسف واحمد مرتضى امير مرتضى معلمين النادي والقناه، طلعت سقط اول لقاء ليا في القناه، قلت احمد جمال كان بيسالني ورجعوا في الفيديو قال لي هي اقوى صفقه الزمالك، قلت له صفقه القرن بالنسبه لي قرن الزمالك اللي هي عرتهم تماما، نادي الزمالك على راسي، جمهور الزمالك على راسي، طول ما احنا موجودين وربنا مدينا الصحه هندافع عن نادي الزمالك. السلام عليكم.